رأيك في اللي حصل داخل اللجنة؟ مدرس خرج في أول 10 دقايق ورجع بعد نص الوقت. ده إهمال طبعا وتسيب من المدرس ومن المسؤول عن اللجنة وحاجة مش كويسة. المدرس يسيب اللجنة وينزل ويرجع بالكلام ده، يعني زعلان على الأستاذ اللي بيكلمه وعايز يتخانق معاه، حاجة مش كويسة كان الصوت يعني. العالي دوت ينفع داخل لجنة الثانوية الأزهرية لا ولا؟ طبعا اكيد، لا طبعا ما ينفعش، ده سنه زهريه ما ينفعش، ان هو خطا، وكان المفروض حس ان هو خطا فعلا خروجه كده اساسا من اللجنه. ما حدش عارف هو خرج عمل ايه ورجع، ما ممكن حدش يكون عارف. تصور الامتحان أو لا طبعا اكيد ممكن يكون ده حصل فعلا، ان هو عمل كده. حضرتك شفنا كل أولياء الأمور قامت وكان في حالة من التوتر برضو على أولياء الأمور. طبعا كله كان متضايق جدا، وكله كان شايف المنظر مش كويس يعني قدامه الناس يعني. بس شكرا.